تشارك مؤسسة حياة كريمة بجناح في المنطقة الخضراء لعرض تجربة المبادرة الرئاسية والمشروع القومي حياة كريمة في القضاء على الفقر، حيث أنه يعتبر أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، والذي يحيي المسؤولية المجتمعية المشتركة. والهدف الرئيسي هو تقديم خدمات تنمية شاملة في كل القطاعات ومراعاة الضوابط البيئية، ومشاركة المبادرة الرئاسية في مؤتمر ليس فقط من خلال الجناح ولكن من خلال ورش وجلسات، حيث سيتم عرض جميع مشروعات حياة كريمة والتحدث عن القرى ومشروعات تحويلها إلى قرى صديقة للبيئة على حضور المؤتمر وتعزيز الشراكات ودعوة الجهات المشاركة وجميع الحضور للتعريف بالمبادرة، حيث إنها تعد من أكبر المبادرات للتكيف مع التغيرات المناخية. احنا مؤسسة حياة كريمة مشاركة في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ كوب 27 دلوقتي، لأن دور مؤسسة حياة كريمة في تغييرات المناخية بالمشروع القومية اللي بتقدمها داخل مصر زي تبطين الترع، وعندنا كمان تحلية محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، وعندنا أول مدينة كاملة صديقة للبيئة هي مدينة فارس في أسوان. ودلوقتي مؤسسة حياة كريمة عندها إشراف كامل على زراعة أكثر من 100,000 شجرة مثمرة في مختلف القرى والمحافظات داخل مصر عشان تقلل ومحاربة التغيرات المناخية وتقليل سرعة الرياح وتخفيض درجة الحرارة. احنا الحقيقة في محافظة أسوان حياة كريمة بتدخل في مشروعاتها بقوة، يعني سواء كان الصرف الصحي، الكهرباء، المية، رفع معدلات الفقر، بنشتغل على كل الجهات وبنتعاون مع كل الجهات. بس المميز في قرية فارس بمحافظة أسوان ان احنا اشتغلنا على البيئة، وعينا الناس في البداية خالص اشتغلنا على عدة أبعاد، بعد اقتصادي وبعد اجتماعي وبعد بيئي، قعدنا مع كل الجهات المتعاونة، الوزارات وكمان القيادات الطبيعية وأهل القرية، حاولنا ان احنا نسمعهم نعرف ايه المميزات اللي جوه القرية، العيوب اللي موجودة. يعني القرية بتنتج عدد كبير جدا من النخيل ومن النباتات، بينتج عنها مخلفات زراعية كتيرة قوي، المخلفات الزراعية دي كان لازم ان احنا نلاقي لها اي حل، وفي نفس الوقت نلاقي فرص عمل للشباب والمطلقات والأرامل اللي موجودين جوه القرية. فحاولنا ان احنا نساعد الستات هناك ان احنا نعمل ورش عمل بحيث نوفر فرص عمل. بنشتغل على ريسايكلينج او اعاده التدوير لماده مخلفات النخيل، وتعاوننا مع مؤسسات مجتمع مدني وجبناهم ان هم دربوهم، وفي نفس الوقت كمان مساله التسويق نفسها، وكمان بعد تطوير مرسى قريه فارس جوه القريه نفسها بيستقبل اعداد اكبر من السياحه، ان شاء الله هيكون في انتاج لمنتجات سياحيه اكتر، المنتجات دي هتتباع وهتكون فرص عمل اكتر للشباب. ازاي بنساهم في البيئه وان احنا بنحاول بدورها بمشاريعها زي مشاريع تبطين الترع ومشاريع برضو اعاده تدوير وفي انتاج البيوجاز، كلها طبعا مشاريع بتساهم في اننا للاستدامه عموما يعني ومواجهه التغيرات المناخيه، بالإضافة طبعا إلى الطاقة الشمسية والمنتشرة دلوقتي على أسطح المصالح الحكومية وتفعيل الدور اللي يقدر نساهم به بكل مشاريعنا في أن احنا نواكب الرؤية 2030 نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العموم. يعني بالنسبة لنا احنا بنشارك في منطقة الجرين زون هنا، طبعا الشباب في إقبال كبير منهم جدا للعمل التطوعي، كمان احنا معانا متطوعين كتير جدا، قاعده قويه وفي اقبال تاني، واحنا طبعا بنرحب بالدور ده لانه دور اساسي، لان النجاح نجاح بشباب مصر كلها.